But I want it now! هلا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع زلها. طبعا مقطع اليوم راح نشوف اخر اخبار روكستار جيمز الجديدة وجي تي اي 6، لان فترة عن هذا النوع من الفيديوهات، لكن مقطع اليوم جدا جدا دسمة. وبما انها في اكتوبر، انصحكم تابعوا حسابي على تويتر، والظاهر لكم الان انه هنالك نغطي الاخبار اول باول، فحياكم الله جميعا. اما الان اربطوا الاحزمة وخلونا نبدأ. اوكي، بالامس تم الاعلان رسميا عن موعد مكالمة المستثمرين القادمة لتيك تو انتراكتيف للربع الثاني من السنة التقويمية 2024، والمكالمة راح تكون في 9 نوفمبر القادم. وهذا الاعلان يا اخوان فتح لنا طريق واضح جدا انه اعلان جي تي اي 6 بنسبة كبيرة راح يكون في شهر اكتوبر الحالي، لذلك تعالوا افهمكم سويا. اوكي، في اخر مكالمة مستثمرين لتيك تو انتراكتيف واللي كانت في مايو الماضي، استراوس زيلنيك ذكر انهم متوقعين زيادة ضخمة جدا في الارباح للسنة التقويمية 2025، واللي تبدأ من ابريل 2024 وتنتهي في مارس 2025. ولما تفكر في الموضوع، اللعبة الوحيدة القادرة على تلك الارباح المليارية هي جي تي اي 6. صحيح استراوس زيلنيك ما قال بشكل واضح انه اللعبة او جي تي اي 6 راح تنزل في هذه الفترة، لكن لو قريت ما بين السطور راح تفهم انه يقصد جي تي اي 6 وانه هذا هو موعد اصدارها. كذلك تعودنا على روكستار جيمز انها تتبع نهج معين لما تعلن عن العابها، لازم يعلن عن اللعبة قبل سنة من الاصدار، وممكن تصير سنة ونص مع التأجيل. فاذا هم مخططين الى موعد اصدار جي تي اي 6 يكون نهاية 2024 او بداية 2025، فيجب عليهم الان التحدث عنها والاعلان عاجلا وليس آجلا. والحقيقة يا أخوان، بناء على اللي ظاهر أمامي، كل الأشياء قاعدة تمشي بشكل مثالي لإعلان جي تي اي 6. حرفيا الأشياء مع جي تي اي 6 وإعلانها قاعدة تمشي مثل ما كانت تمشي مع إعلان آخر لعبتين غير ريماسترية لروكستار جيمز، وهما جي تي اي في وريد ديد ريديمشن 2. خلونا نرجع شوية في الزمن. مع ريد ديد ريديمشن 2 حرفيا يا أخوان صار معاها نفس الشيء اللي قاعد يصير مع جي تي اي 6 الآن. في 18 مايو 2016 تيك تو انتراكتيف كان عندها مكالمة مستثمرين، وتكلموا فيها بهذا الشكل الواضح ان روكستار جيمز تعمل على مشاريع مميزة وقوية وحماسية، حرفيا تلميح مباشر انه في شيء ضخم قادم من قبل روكستار جيمز. طبعا بعدها بكم شهر تم الاعلان رسميا عن مشروع ريد ديد ريديمشن 2 في 18 اكتوبر 2016. بعد الاعلان هذا بيومين تم الاعلان رسميا عن مكالمة المستثمرين القادمة لتيك تو انتراكتيف انذاك، وكانت في 2 نوفمبر 2016. فهمت النهج والآلية الآن؟ بكل بساطة، في مكالمة المستثمرين قبل الإعلان الرسمي يكون في تلميح، ثم بعدها بشهور يتم الإعلان الرسمي للعبة، وبعدها مباشرة يكون في مكالمة مستثمرين أخرى بعد الإعلان الرسمي بأسابيع. تمام؟ تمام. نفس النهج هذا كذلك اللي حدث مع Red Dead Redemption 2 وقاعد يصير مع GTA 6 حدث مع GTA V سابقا. في 8 أغسطس 2011 تيك تو انتراكتيف كان عندها مكالمة مستثمرين، وفيها أعلنوا عن زيادة ضخمة جدا في الأرباح للسنة التقويمية 2013. ومثل ما تعرفون، يب، بعد 8 أغسطس بعدة شهور 25 أكتوبر 2011 تم الإعلان رسميا عن جي تي اي في. ثم بعدها بيومين تيك تو انتراكتيف أعلنت عن مكالمة مستثمرين، واللي كانت في 8 نوفمبر 2011. فأتوقع بدأ يوضح لكم موضوع جي تي اي 6 ونهج وآلية إعلانات روكستار جيمز اللي تتبعها. يب يا اخوان، في مايو الماضي ذكروا بالخط العريض انه في زيادة مليارية في الارباح، كذلك تم الاعلان عن مكالمة المستثمرين اللي تكون بعد الاعلان وهي قادمة في 9 نوفمبر. المتبقي فقط هو
الإعلان الرسمي واللي متوقع يكون في أكتوبر مثل آخر مشروعين روكستاريين اللي تم إعلانهما. لذلك تابعوا حسابي في تويتر، ترى شهر أكتوبر راح يكون مولع جدا جدا جدا. كل أشياء النهج والآلية اللي تتبعها روكستار جيمز موجودة وواضحة مع جي تي اي 6. طبعا ممكن تقول طيب يا صالح، شهر أكتوبر روكستار جيمز مشغولة فيه بجي تي اي أونلاين وأشياء الهالوين وإلى آخره. الحقيقة إنه روكستار جيمز سوت شيء أول مرة تسويه في تاريخها كله. طبعا تعودنا على روكستار جيمز مع فعاليات الهالوين طوال السنين الماضية إنها تمطط الفعاليات على طوال شهر أكتوبر. بكل بساطة كل أسبوع تنزل أشياء هالوينية جديدة، وهذا الأمر صار في آخر احتفالية بالهالوين في 2022. أشياء الهالوين في 2022 وزعت على مدار 4 أسابيع، لكن هذه المرة ولأول مرة روكستار جيمز منذ الأسبوع الثاني من أكتوبر نزلت كل فعاليات الهالوين اللي عندها دفعة واحدة. نزلوا فعالية تصوير الأشباح، نزلوا سيارة جديدة تشبه سيارات صعيدي الأشباح مع ليفري خاص، نزلوا 3 أنواع ديث ماتش هالوينية، دروب ديد وسكت أب ودامد أند لوست. كذلك نزلوا 5 فعاليات تحدث في السيرفر، واحدة جديدة اسمها أوبسيست أنيمال أو حيوانات مسيطر عليها، 4 فعاليات قديمة نزلت السنة الماضية وعادت هذه السنة مثل السيارة المجنونة اللي تهاجمك، الشاحنة اللي تطاردك، وفعالية المركبة الفضائية اللي تصورها اللي تظهر في العالم، وكذلك بيزنس باتل حول المركبات الفضائية. 5 أشياء فعاليات تحدث في السيرفر نزلت مرة واحدة. كذلك بكل تأكيد هنالك 3 أقنعة هالوينية. 3 الأقنعة الهالوينية هذه مفروض تنزل في 3 أسابيع، لكنهم نزلوها دفعة واحدة من الأسبوع الثاني. يب، كل هذه الأشياء نزلت دفعة واحدة منذ الأسبوع الثاني من هالوين 2023. طبعا لو روكستار جيمز ما عندها شيء كان نزلت هذه الأشياء على دفعات في 4 الأسابيع القادمة مثل ما سوت السنة الماضية، لكنها عندها، لذلك فضت أكتوبر. ويب، نزولها دفعة واحدة بهذا الشكل يفتح المجال لبقية أكتوبر ليكون فقط يتمحور حول جي تي اي 6 وإعلانها، وما يتداخل معها أي شيء آخر. حرفيا كل الأشياء قاعدة تتمهد وتمشي إلى أنه إعلان جي تي اي 6 رح يكون في هذا الشهر أو شهر أكتوبر. لأن لما تطالع روكستار جيمز مع جي تي اي 6 وإعلانها قاعدة تتبع نهجها المعتاد مع إعلاناتها الرسمية السابقة وترابطها مع مكالمة المستثمرين. كذلك تنزيل أشياء الهالوين دفعة واحدة لتفسح المجال لأكتوبر ليكون شهر إعلان جي تي اي 6. فنعم يا أخوان، إعلان جي تي اي 6 يقرب يقرب يقرب، ومن الممكن أن يكون في أكتوبر الحالي، ومن الممكن حتى أن يكون في الأيام القليلة القادمة اللي راح نعيشها. وتقريبا يا أخوان هذا هو مقطع اليوم، وفي شفنا آخر أخبار روكستار جيمز الجديدة وجي تي اي 6 وإعلانها. شاركونا معكم في التعليقات على جميع النقاط اللي شاركناكم إياها. طب وصلنا معكم نهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. سلام عليكم.